السيدات والسادة، اليوم أنا معكم ولست بصدد الحديث عن البحث عن الذات، ولكن بصدد الحديث عن شهيد الوطن. وكلمة الشهيد أو الشهيد له معنى دلالات كثيرة. أولها أن أول شهيد للوطن كان منذ تقريبا 1500 عام قبل الميلاد، وذلك الذي كان يدعى سقنا ابن رع الابن. هذا الذي توفي في حرب المصريين ضد الهكسوس، وعندما سقط شهيدا تولى الحكم بعده ابنه أحمس طارد الهكسوس. ما بين سقن الرع وبين آخر شهيد للوطن محمد صلاح هناك الكثير من الشهداء. أتوقف كثيرا عند هؤلاء الشهداء، منهم ثلاثة وجب علي أن أذكرهم. أولهم الشهيد عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي سقط شهيدا بين جنوده في 9 مارس عام 1970. الشهيد الثاني وهو عاطف السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، الذي سقط في الضربة الجوية في 6 أكتوبر. ويعني هذا كان له دلالة، لأن شقيقه الأكبر الرئيس السادات توفي أيضا في 6 أكتوبر، يعني في حادثة المنصة. الشهيد أنور السادات والشهيد عاطف السادات والشهيد عبد المنعم رياض والشهيد أو شهيد الوطن سخن ابن رع، هؤلاء يعني سقطوا دفاعا عن الوطن. وكثيرا ما نتناول الحديث عن الشهادة، وأن الشهادة في الإسلام أو في الديانات الأخرى لها الكثير من الدلالات، لكن في الإسلام عندما ذكر المولى سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، هذا هو المترادف بأن الشهيد عند ربه يرزق وله الكثير من الفضل العظيم والفوز العظيم، وأن الشهيد كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن سقطوا في أحد أن أرواحهم في جوف طير خضر يطوفون بأنهار الجنة تحديدا، وثم بعد ذلك يأوون إلى قناديل في ظل العرش. هذا هو الشهيد، له الكثير من المنازل. لكن لكي نعرف الشهيد فنجد أن هناك الكثير من التعريفات لهؤلاء أو من يطلق عليه الشهيد. فالمبطون شهيد، من مات بمرض في بطنه فهو شهيد. والمطعون شهيد، والمطعون هنا ليس المطعون بآلة حادة ولكن المصاب بالطاعون. والغريق شهيد والحريق شهيد، كل هؤلاء شهداء. وكذلك السيدة النفساء أو السيدة التي تتوفى بوليدها أو نتيجة لذلك فهي شهيدة. ويعني المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يعني استعاذ من الموت غريقا أو حريقا، لأن هذه من الميتات الصعبة. الشهيد له الكثير من المنازل، يعني من مات في غربتي فهو شهيد. وبرز في حال في السنوات الأخيرة مترادف شهداء المهنة أو شهداء الجيش الأبيض من الأطباء والعاملين في الحقل الصحي نتيجة لإصابتهم بالأمراض بكورونا أو توابعها أو غير ذلك. وكذلك من يعني توفي في الغربة فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد، ومن مات دون ماله ودون عرضه ودون نفسه ودون دينه، فأولئك هم الشهداء. فالحديث السيدات والسادة عن الشهيد له الكثير من المعاني، ولكن يكفي أن الشهيد يغفر له كل ذنبه إلا الدين، وأن الشهيد يشفع بسبعين من أهله. هذه من علامات أو بركات الشهيد. ويعني المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه: انظروا إلى رجل أو شهيد حي يمشي على الأرض، وكان حديثه صلى الله عليه وسلم إلى طلحة ابن عبيد الله، لكن أنا في حياتي هناك شهيد توقفت، شهيد حي أيضا مثل الذي تحدث عنه مصطفى صلى الله عليه وسلم، وأذكره يعني بفخر بأن ذلك الشهيد الحي
الذي التقيته يوما والتقيته كثيرا بعد ذلك في احتفال القوات المسلحة باليوبيل الفضي منذ 25 عاما. كنت التقيته في واحدة من قاعات الاحتفالات وأنا بصحبة عمي البطل محمد العباسي، أول من رفع العلم في حرب أكتوبر، أول من رفع العلم المصري على أرض سيناء في حرب أكتوبر المجيدة. التقيت ذلك البطل عبد الجواد سويلم الذي أطلق عليه الشهيد الحي، الذي أصيب في حرب الاستنزاف بعد قيامه بالكثير من العمليات الفدائية. ولم أتمالك نفسي بأن قبلت يده اليسرى، يعني فرحا بعطائه ومجهوده. عبد الجواد تحديدا يعني كان له يعني العطاء في ان فقد معظم جسده، تحديدا فقد قدميه وفقد ذراعه اليمنى وعينه اليمنى وجزء او جرح كبير في ظهره، فاطلق عليه الشهيد الحي. ومما اثر هذا الشهيد الحي بأنه أصر أن يستكمل يعني حربه أو أن يستكمل تواجده ضمن صفوف القوات المسلحة المصرية، واستكمل تواجده في الحرب في عام 73. بعد ذلك ومنذ 3 أعوام تقريبا عندما توفي عمي البطل محمد العباسي، قدم إلينا هذا الشهيد الحي عبد الجواد سويلم معزيا في عمه، فكان لذلك الأثر الطيب و ترك بصمة للكثير من الشباب أن هناك من القدوة الذين نستلهم منهم يعني مشاعر فياضة ومنهاج حياة، إلى الباحثين عن قدوة في حياتهم لمن ضحوا أو لمن ضحوا بأرواحهم من الشهداء أو من ضحوا بأجزاء من جسدهم، كذلك الشهيد الحي، الشهيد في كافة منازله قديما وحديثا، يعني له معنى الكثير من الوقفات للتبجيل والاحترام والتقدير. فيكفي أنه يعني يشفع في 70 من أهله هذه واحدة، لكن يعني بكل فخر ربما نجد في كثير من البيوت الشهداء أو الأبطال الذين نذكرهم بكل الخير، ولا يتوقف الموضوع أبدا على تواجد نصب تذكاري للشهيد أو نصب أيضا للجندي المجهول وغير ذلك، لكن هذا هو الشهيد الذي ضحى بروحه، له الفوز العظيم وله الأجر العظيم وله الثواب العظيم، ولأسرته أن تفخر بأن منها شهيدا سقط فداء للوطن، سقط دفاعا عن كرامته وعن حريته ومن أجل رفاهيته. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم.